تركي آل الشيخ بيعلن عن مفاجأة جديدة بخصوص مسابقة الفاروق وعن قيمة الجوائز المالية اللي هتكون فيها، لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك للفيديو. النهاردة أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه التفاصيل الجديدة في المشاركة في مسابقة الفاروق عمر بن الخطاب، ودوت بعد ما كتب تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر وقال إن في ناس كتير طلبتنا بفتح المجال والمشاركة للجميع في مسابقة الفاروق، واننا قررنا مع فريق العمل ان التسجيل يكون مفتوح لابناء وبنات السعوديه. وهتكون المسابقه عباره عن منافسات في السباحه والرمايه وركوب الخيل، وده من مبادرات الهيئه العامه للترفيه واللي منظمها المستشار تركي آل الشيخ، والهدف منها احياء وصيه الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حينما قال: علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. والمسابقه عباره عن تحفيز للمواطنين في ظهور مهاراتهم في السباحه والرمايه وركوب الخيل ودرامي بالقوت للمنافسه بالحصول على جوائز تصل قيمتها ل 500,000 ريال سعودي، ويكون نظامها كالاتي: الاول هتستمر حتى يوم 15 اكتوبر ويستقبلوا فيها المشاركين بالتسجيل في التحديات. ثاني حاجه هيستعدوا المشاركين اللي هينطبق عليهم المعايير في المشاركه والتسجيل، وهيكون من يوم 16 اكتوبر لحد يوم 14 نوفمبر. الثالثه وهيكون الاداء الحي والتحكيم، وهتبتدأ من يوم 15 نوفمبر لمدة 10 أيام لحد 25 نوفمبر، ويستعرضوا فيها المرشحين بمهاراتهم، ودوت هيكون عن طريق اللجنة اللي هتختار مين هيفوز بالأداء الجيد. والرابعة وفي الوقت نفسه هيتم الإعلان عن الفائزين يوم 25 نوفمبر، يعني بعد 10 أيام من يوم 15 نوفمبر. والجوائز هتكون عبارة عن 500,000 ريال سعودي هيتوزع على الفائزين بشرط: المركز الأول 100,000 ريال سعودي، والمركز الثاني 50,000 ريال سعودي، اما المركز الثالث 25,000 ريال سعودي، والمركز الرابع 6,000 ريال سعودي، والمركز الخامس 5,000 ريال سعودي، والمركز السادس 2,500 ريال سعودي.